تبان لما تلمس وتحرر. ربي أنفاسك وصوتك مليان صفحات كتابك والسطور تشهد وتحكي عن قصدك لولادك. كل كلمة من كتابك تستاهل قدامها نقعد، ما كفاية الوقت اللي ضاع في حاجات فاكرينها بتسعد. ادينا نفحص كلامك ياللي انت لينا ومالينا ويغلى كلامك علينا في غربتنا وليالينا. اهلا بيك عزيزي المشاهد في حلقه جديده من فاحصين الكتب، برنامج دراسه الكتاب. سؤالنا المره دي، هل ممكن الله الرحيم المحب يغضب؟ هنجاوب عنه في الحلقه ونحط الادله اللي بتقول من خلال رساله روميا اللي بندرس فيها لماذا الانسان بلا عذر في عدم قبوله لله، وكيف تحدى الانسان الهنا العظيم. ابقى معنا في حلقتنا النهارده. إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. ببداية عدد 18 نكون قد بدأنا الفقرة اللي بتعنون بالحاجة العامة إلى إنجيل الله، اللي بتبدأ من رومية 1 عدد 18 إلى رومية 3 عدد 20. وهذه الآية، آية 18، بتبدأ لأن غضب الله، لكن دعوني أقول وكأنها تبدأ بمنظر الغضب وتقول أنه ليس السبي البابلي. وما الذي أتى بذكر أو بسيرة السبي البابلي هنا؟ لأن آخر آية في الفقرة السابقة اللي هي الفقرة اللي بتضم العددين 16 و17 سمعنا كده: أما البار فبالإيمان يحيى. وعرفنا في الحلقة السابقة أن هذه الآية مقتبسة من نبوة حبقوق، ونبوة حبقوق هي كتبت قبيل السبي البابلي مباشرة. فحبقوق كان نبي ساعة الصفر بالنسبة للسبطين، بمعنى أنه هو تنبأ عن مناظر مهولة للسبي البابلي سنة 610 قبل الميلاد، ثم حدث السبي بالفعل سنة 605 قبل الميلاد. فقد يظن الإنسان أن غضب الله يعبر عنه بالسبي الأشوري أو بالسبي البابلي، ولكن هنا يريد أن يخبر الإنسان بأن غضب الله لا يعبر عنه بالسبي البابلي فحسب، فهو ليس بهين بهذا المقدار، لكن غضب الله هنا يعني عدم توافق طبيعة الله مع الشر. وعدم توافق طبيعة الله مع الشر يجعله يظهر غضبه على الشر أبدا. هو الحقيقة الناس بتعترض على كلمة غضب الله، عايزين إله، يعني أقولها باحترام بلغة النهاردة، كيوت كده، يعني ظريف وجميل، يدي الخير ويطلع الشمس الصبح ويعمل حاجات كويسة، وعيب لو سمح بالشر. لكن إن هو يغضب لما تبقى حاجة مش متوافقة معه مع قداسته، الإنسان النهاردة بيحاول يستبعد هذه الفكرة تماما من ذهنه، رغم إنه أدلتها واضحة. وغضب الله اللي معلن ده مش بس هنا هوت على صفحات رومية، لكن في كل ما تمرد الإنسان عليه كان واضح أن الله غضبان على هذا الأمر. يعني الإنسان عايز إله رحيم وغفور وطيب وحنين وبيسدد الاحتياجات، لكن كيف يستقيم أن الله ما يكونش قدوس وعادل وبار؟ إزاي نقبل إله صفاته ليست كاملة؟ أعتقد أن مش ممكن يكون ده إله. لو رحنا المزمور 7 هنلاقي كلام مهم قوي يقول كده: الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم. في كل يوم. وعايز أميز ما بين أن غضب الله معلن وأن غضب الله لم يستعلن بعد. نعم. إنه الآن معلن. أين معلن؟ في الكتاب المقدس. اقرأ الكتاب المقدس تشوف أن في غضب حقيقي، الله هيغضب فعلا لأن غضب الله معلن من السماء، لكن لم يستعلن بعد. في أصحاح 2 يقول لك: تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة.
فالغضب معلن لم يستعلن، وفي الحقيقة هيبقى شيء مرعب جدا 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 لما يستعلن هذا الغضب. رؤية 6 آخر الأصحاح بيقول لنا إن ملوك الأرض العظمى الأقوياء الكل أخفوا أنفسهم بيطلبوا أغرب وأعجب طلب، يا جبال اسقطي علينا. إيه ده؟ إيه ده؟ أخفينا عن وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم، ومن يستطيع الوقوف؟ أقدر أقول أخي يوسف الفرق بين معلن ومستعلن زي ما بيعملوا إعلان عن إيفنت معين هتحصل، عن حدث معين هيحصل. إعلان دوت ممكن يكون فيه عبارة من الإيفنت ديت، ممكن يكون في حاجة بتشير ليها، صورة بتتكلم عنها، بس ده كله كوم، والإيفنت نفسه حاجة كوم. الله بيعمل الإعلان بتاعه دوت في كلمته. بس عايز أضيف كمان أنه حتى في الواقع النهاردة، مثلا تمرد الإنسان اللي هيجي سيرته في نفس الأصحاح على اللي هو الهوية الجنسية بتاعت الإنسان اللي خلقها الله، أنتجت حاجة زي الإيدز مثلا. طب وده إعلان من ضمن الإعلانات. صحيح. اللي بيقول عن غضبه، بس لسه كانوا كل دوت عبارة عن مجرد الأفيش اللي بيقول إعلان صغير إن الله بيغضب على الخطية، وتوقع أنه في يوم من الأيام هيصب الغضب على كل الخطأ. أنا بفرق بين غضب الله معلن واستعلان الغضب. بشوف غضب الله معلن في زيارة الرب لإبراهيم، وقال له أن خطية سدوم عمورة قد كسرت، وصراخ الخطايا بيصعد إلي، وأنا مزمع أن أنا أحرقها. هو ما حرقهاش، لكن هو أعلن أنه الوضع ده لا يمكن الرب يسكت عليه. لكن في حريق سدوم عمورة وانصباب الغضب والحريق ورمضة مدينتي سدوم عمورة، أنا بشوف هنا استعلن الغضب. فدلوقتي الله بيعلن أنه مش ممكن يوافق، قداسة الله مش ممكن تبقى متوافقة مع مشاهد اللي في العالم، ومحبة الله لا تجد راحتها في مشهد في الناس المتألمة والناس المظلومة. ففي غضب الله معلن، لكن سيستعلن لما يجي المسيح مرة تانية ويدين كل الخطاة. إشارتك لسدوم وعمورة في الحقيقة في مناسباتها، لأن هنا هيتكلم عن هذه الخطايا بالذات في رومية 1، وإحنا عارفين النهاردة أن العالم بشرقه وغربه غرقان للودان في هذه النجاسة، ولا يمكن أن الله يتجاهل أو يتساهل على خطايا مثل هذه. هو في تعبير مذكور في الأصحاح ده، اشتعلوا بشهوتهم. أيوه. في تكوين 19 أول معجزة في الكتاب المقدس، ضرب رجال مدينة كاملة بالعمى، وقفوا على باب لوط من الشيخ حتى الحدث، كل رجال المدينة، فراح الرب ضربهم بالعمى. أنا بستغرب واحد فجأة لقى نفسه أعمى يعمل إيه؟ يتخض، يروح للدكتور، يصرخ لربنا، يتوب عن خطيته، ولا حاجة من ده كله. أمال إيه؟ كانوا يبحثون عن الباب عشان يدخلوا، يعني هيعملوها. إيه ده؟ يعني إزاي ربنا يعني ما يغضبش على حاجة زي كده؟ فإذا ما غضبش ربنا على حاجة زي كده، لا يبقى في حاجة مش مظبوطة. لكن إلهنا يعني كامل في كل صفاته، وما في صفة تضغي عن صفة، هو رحيم وغفور وطيب وحنين، لكنه بار وعادل وقدوس ولا يطيق الاسم والاعتكاف. يعني التمني بتاع الناس ان الله يفوت ده أمنية زي ما بيقولوا عشم إبليس في الجنة، مش هيحصل. الله سوف يدين، الله عنده غضب ضد الخطيئة لأنه قدوس. علينا أن نؤكد على قداسة الله، ولأنه قدوس سيدين الخطيئة. الله مش هيفوت، عشان كده بيقول على جميع فجور الناس واسمهم، وبيقول كمان الذين يحجزون الحق بالاسم، أي يمسكون الحق والاسم معا. وربما المستمع يقول إنه أكيد الكلام هنا ينطبق على اليهود، لأن من امتلك الحق إلا اليهود بامتلاكهم الشريعة. لكن مش شرط إنه بيقصد اليهود، بيقصد الجميع. طيب وبالنسبة للأمم والأمم الوثنيين، هل امتلكهم أيضا بدورهم الشريعة؟ لم يمتلكوا الشريعة. من أين أتوا بالحق، أو من أين أتوا بالمعرفة وحجزوا المعرفة والاسم معا؟ يروح في عدد 19 يقول حتى بالنسبة للأمم إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. وكيف أظهرها لهم؟ أظهرها لهم من الطبيعة خير معلم على سبيل المثال،
وكلنا حافظين الآيات السهلة مثلا فتحت مزمور 19: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، ليلا ليل إلى ليل يبدي علما إلى آخره. كلنا حافظين إشعياء 40:26: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه إلى آخره. كلنا عارفين عبرانيين 11:3 أنه بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. عشان كده على طول في العدد الذي يليه عدد 20 يقول: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات. وأمور الله غير المنظورة زي إيه؟ بيقول قدرته السرمدية ولاهوته أو إلهته أو إلهيته. فعلشان كده نقراها مرة تاني: أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية وإلهته. ولكنهم لما عرفوا ذلك بكل أسف أظلم قلبهم الغبي. واحد من الملاحدة المشهورين حاليا سألوه مرة في سؤال على الهوى كده، قالوا له: افرض ان حساباتك طلعت غلط وقابلت الله في الآخر، هتقول له ايه؟ فسكت ارتبك طبعا فترة كده، وبعدين رد عليهم وقال لهم: حاول انت ما اديتنيش أجوبة كافية او أدلة كافية على ان انت موجود. اعتقد هيقول له: عندك رمية واحد في حد ذاتها الدليل الكافي على كذبك في هذا الأمر، كل محاولاتك في ان انت تستنتج لنفسك نظريات وتحاول تحط حاجات ما هي إلا محاولة حجب الحق بالإثم. على العكس من ذلك أخ عصام، هيلين كيلر فتاة مشهورة ولدت عمياء صماء وزارت اسكندرية في الخمسينات أو الأربعينات من القرن الماضي. الفتاة ديت اللي اتولدت بهذه الصورة كانت لها مربية رائعة اسمها آن سوليفان، علمتها تتكلم وعلمتها تقرأ وأخذت دكتوراه وألفت كتب. مش ده موضوعي، موضوعي إنها آن سوليفان قررت في يوم من الأيام أن تعلن لها الله، تتكلم لها عن الله، فكلمتها عن الله. فكان رد هيلين كيلر التي ولدت عمياء وصماء رد لافت للنظر، قالت: أنا كنت أعرف بوجوده قبل أن تخبريني عنه، لكن ما كنت أعلم أن اسمه الله. منين عرفت هذه الفتاة اللي ما كانش عندها أي تواصل بالعالم الخارجي، منين عرفت الله؟ بيقول لنا هنا: لأن معرفة الله ظاهرة فيهم، لأن الله أظهرها لهم. فيهم يعني جوه الإنسان صوت بيحاول يكتمه، لكن الصوت جواه. والصندوق الأسود قدام العرش العظيم الأبيض هيفتح، الإنسان الكذاب ده اللي بيقول ما ادتنيش أجوبة هيرد على ضميره: هو كان عندك كل الأجوبة الكافية أنك تعرف الله، لكن قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسدوا ورجسوا رجاسة. عايز يعمل الخطية فلازم يقول ما فيش الله عشان يعيش براحته. عشان كده يختم عدد 20: حتى إنهم بلا عذر. بالإضافة إلى كتاب الخليقة اللي بيقول للناس كلها أن في إله موجود، وزي ما قال في أثناء الثورة الشيوعية بيقولوا قدام واحدة مؤمنة أن احنا مزمعين أن احنا نهدم كل الكنائس، نكسر كل الصلبان، نحرق كل الأناجيل، هنخلي الناس كلها تنسى أن في حاجة اسمها المسيح. فضحكت بسخرية وقالت لهم: عليكم أن تزيلوا نجوم السماء، لأن نجوم السماء ستظل تذكرني بالمسيح، لأن هو حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، وهو اللي خلق السماء والنجوم. فالإنسان عنده على الأقل، وفي الجزء اللي احنا بندرسه على الأقل، عنده ثلاث حاجات تؤكد له أن في إله، وعليه أن يطيع الثلاث أصوات. نمرة واحد: صوت الخليقة أو كتاب الخليقة في عدد 20، وفي عدد 21 المعرفة المتواترة من الآباء، لأنه لما عرفوا الله قصد الرب في بداية الإنسان إن هو الأعمار بتبقى طويلة قوي عشان آدم يوصل للي بعده واللي بعده يوصل للي بعده، وفي معرفة
أي واحد بيعرفها وصلت للكل إن فيه الله. والحاجة الثالثة في عدد 32 في آخر الأصحاح، الذين عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت. عرفوها منين؟ الضمير اللي ربنا حطه فيهم، الضمير معرفة الخير ومعرفة الشر. صحيح معرفة الخير ما يقدرش يعمل خير، معرفة الشر وما يقدرش يتفادى الشر، بس ضميره بيقوله اللي انت بتعمله ده مش مظبوط. فعنده ثلاث حاجات، لو هو أطاع صوت الخليقة وأطاع صوت الضمير وفكر في المعرفة المتواترة إليه من اللي قبله، أكيد بقى لو هو بينجح في الامتحانات الثلاثة صار الله إنجاز التعبير ملزما أن يعلن نفسه لهذا الشخص اللي بيبحث عن الله. لكن اللي بيكتم الأصوات دي خلاص أنت بلا عذر أيها الإنسان. الله معروف للأمم قديما. شرع بولس يكلم الأثينيين عن الإله الحي الحقيقي الذي هو غير منفصل عن عالمه الذي خلقه، بل هو الإله الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. وبعكس ما يظن بعض الفلاسفة اليونانيين أنه خلق العالم ثم تركه وشأنه، الله لم يكن مجهولاً للعالم القديم. أظهر الله للأمم قدرته وعظمته ودلائل وجوده وأنه هو المسبب والخالق لهذا الكون. هذه المعرفة وضحت كثيراً فيما ذهب إليه علماء اليونان القدامى وفلاسفتها. أحد تلاميذ سقراط وهو بلاتو المعروف بأفلاطون، وهو الذي ينسب إليه تأسيس مدرسة آثينا التي تمثل القلب لكل الدراسات الفلسفية اليونانية، يقول إن العالم المحسوس الحالي هو ظل للعالم الأعلى، وإن كان هناك مسبباً لهذا الكون وهذا المسبب هو الصانع. يقول أفلاطون أيضاً إن العالم آية في الجمال والنظام، ولا يمكن أن يكون هذا نتيجة علل اتفاقية، بل هو صنع عاقل توخى الخير ورتب كل شيء عن قصد وحكمة. ويقول أناكساغوروس أحد فلاسفة اليونان الأوائل، من المستحيل على قوة عمياء أن تبدع هذا الجمال وهذا النظام اللذين يتجليان في هذا العالم، لأن القوة العمياء لا تنتج إلا الفوضى، فالذي يحرك المادة هو عقل رشيد بصير حكيم. أرسطو أيضاً يقول إن المتحرك لا بد له من محرك، وهذا المحرك لا يمكن أن يحتاج إلى محرك آخر يستمد حركته من غيره، وإلا لتسلسل الأمر إلى غير نهاية. فلا بد من أن ينتهي الأمر إلى محرك أولي أزلي يحرك ولا يتحرك، أو يفعل في غيره ولا ينفعل بغيره، وإلا لما كان أولاً، وذلك المحرك هو الله. فالله عند أرسطو هو العلة الأولى أو المحرك الأول. يقول فلا بد لهذه المتحركات من محرك، ولا بد للمحرك من محرك آخر متقدم عليه، وهكذا حتى ينتهي العقل إلى محرك بذاته أو محرك لا يتحرك، لأن العقل لا يقبل التسلسل في الماضي إلى غير نهاية. وهذا المحرك الذي لا يتحرك لا بد أن يكون سرمدياً، لا أول له ولا آخر، وأن يكون كاملاً منزهاً عن النقص والتركيب والتعدد، وأن يكون مستغنٍ بوجوده عن كل موجود. بهذا نفهم أن الله لم يترك نفسه بلا شاهد في كل الأزمنة بين الأمم، وأن الله أظهر لهم قدرته، وأنهم عرفوا الله كما يقول بولس، ولكنهم لم يمجدوه كإله، ولم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي،
وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوى، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. في الأعداد من 21 ل 27 الرسول بولس بيرسم صورة مرهبة مرعبة ومخيفة لانحطاط الإنسان وتدهوره الأخلاقي الفظيع. يعني إنجاز التعبير، الإنسان بيتقدم إلى أردأ، وإزاي هو بيصل في كراهيته للرب إلى أنه بيتحدى ربنا وبيهين الرب. لكن بتصور أن الرسول بولس بدءا من هذه الأعداد بيدخل كل الجنس البشري تحت جهاز أشعة، بيبتدي أولا بالوثنيين اللي هم ما يعرفوش الرب. يمكن في واحد يقول الناس الوثنيين اللي لم تصلهم نور الإنجيل، اللي لم تصلهم معرفة، ما يعرفوش حاجة عن الرب. لكن الأجزاء دي بتتكلم إن معرفة الله ظاهرة فيه، وزي ما كنا بنقول ثلاث أدلة بتؤكد عن وجود الله. لكن هنا الجهاز الأشعة الإلهية أو الرسول بولس بيدخل الجنس البشري مبتدئا بالوثنيين في قفص الاتهام، وبيثبت بالحجة إن هم بلا عذر وإنهم أهانوا ربنا. ليه؟ مش عشان يفضحهم، لكن الرسول بولس بيهيئهم لقبول البر الإلهي. عايز يقول لهم أنتم محتاجين البر. أنا الحقيقة اللي حصل في اللي بيعمله الرسول بولس في الثلاث أصحاحات الأولى بيفكرني برقة الرب، وهو بيهيئ الإنسان لحاجة جميلة هيعملها ربنا. فبيفكرني باللي عمله في آدم، لآدم في الجنة، جاب له كل الطيور وكل الحيوانات عشان يسميها، فاكتشف إنه مفيش معينا نظيره، هيئه إن هو يقبل الهدية اللي ربنا عايز يجيبها له. الرسول بولس في الأعداد دي بيهيئ الإنسان بجهاز الأشعة إن هو محتاج للبر، لأنه وحش جدا المرض استشرى، زي بالظبط لما عيان يروح للدكتور والدكتور يقول له انت حالتك خطيره، يقول له لا انا زي الفل يا دكتور، انا ما عنديش حاجه، انا زي الفل يا ابني، انت عندك حاله خطيره، لا انا زي الفل. طب اعمل لك اشعه واعمل لك تحاليل، فاثبتت الاشعه والتحاليل ان الحاله متدهوره جدا جدا جدا. الرسول بولس بيبرهن على رداءة الانسان عشان يعده الى انه يقبل البر الالهي. علشان كده في الاعداد دي من ما بين 24 والحد كمان 28، يعني 24 26 28 نجد رد فعل من الله أو كلمة تكررت ثلاث مرات، بس كل مرة في دائرة مختلفة وأخطر من سابقها. كل مرة يقول أسلمهم الله، 24 يقول أسلمهم الله لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، 26 يقول أسلمهم الله لأهواء الهوان، 28 يقول أسلمهم الله إلى ذهن المرفوض ليفعلوا ما لا يليق. فنجد إهانة الجسد، ونجد إهانة النفس، ونجد إهانة الذهن والروح في النهاية. لكن الله عمل كده لأن هم قبل ذلك، نقرأ في 21، أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. 25 يقول استبدلوا الحق بالكذب وعبدوا اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. 28 كما لم يستحسنوا أن يبقوا الله
في معرفتهم. جميل المفارقات اللي يقولها الكتاب لما يقول كدهوت لما عرفوا الله لم يمجدوه. ده اللي كان لازم يحصل، بل حمقوا. دايما الانسان قدامه طريق من اتنين، يعمل حاجة الصح يمجد الله ويشكره، يا اما الحل التاني مش ممكن يكون على الحياد مع الله، لكن حاجة بالمنظر ده. مرة تانية يقول كده بينما هم يزعمون انهم حكماء، تقرير الانسان عن نفسه، صاروا ولا مليانة الدنيا بالمفارقات. فرق كبير بين اللي الله منتظرك تعمله واللي انت بتعمله، ما بين اللي انت فاكر نفسك بتعمله صح وهو الله بينظر اليه بطريقة مختلفة. لما عرفوا الله لم يمجدوه لذاته ولم يشكروه لعطاياه. فالرب لذاته مجيد ويستحق أن يمجد من خلائقه، لكن هم في كبريائهم لماذا أنحني لله؟ فلم يمجدوه ولم يشكروه، اعتبروا أن الأرض اللي بتطلع الخير مش ربنا، أشكره على إيه؟ لم يمجدوه أو يشكروه كإله. إمتى؟ لما عرفوا الله. مقولة خاطئة أن الإنسان بدأ بتعدد الآلهة وانتهى بالتوحيد، والحقيقة أنه بدأ بمعرفة الله وانتهى بالكفر. كمان أضيف حاجة عن عدد 23، أبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى، والطيور والدواب والزحفات. هل ترى هنا تطور ولا تدهور؟ تدهور. تدهور، يعني بدأ بأنه بيتقي الإنسان، بيعبد الإنسان، لكن بعد كده والطيور وهي أقل من الإنسان، ثم الدواب وهي أقل من الطيور، وأخيرا الزحافات. احنا عارفين في مصر القديمة كانوا بيعبدوا السحالف والحيات والغران يعني حاجة، ودول الحكماء الذي تهذب موسى قديما بكل حكمة المصريين. كلمة أسلم اللي متكررة 3 مرات كلمة خطيرة جدا، لأن معناها أن الله بيتركني لنفسي. وده أعتقد أن أقصى قضاء ممكن الرب يعمله للإنسان مش أنه يتعمد الرب يعمل فيه حاجة، لكن أن الرب يسيب. يعني أفتكر في سفر هوشع لما تدرج القضاء على إفرايم، بيقول أني أكون كإفرايم كالعس وكالسوس، وبعدين القضاء يتزايد شوية فأبقى كالأسد، كشبل الأسد أو كالأسد. طب وإيه أكتر من كده يا رب؟ يقول أعود وأرجع إلى مكاني حتى يجازوا ويطلبوا وجهي، أسيبهم ليعملوا اللي عايزينه. ده أقصى حاجة، إن الرب يسيبني. يسيبني يعني شيء رهيب، يعني يسيبني بدون ما يخليني يحط قدامي حاجة تمنعني في الانحدار والتدهور. ده شيء فظيع جدا. فكل اللي بيعمل ربنا بيسيبهم، أسلمهم إلى تسليم قضائي. في متى 15 المسيح قال عن الكتبة والفريسيين الأشرار الأردياء اتركوهم، هم عميان قادة عميان. بعض الولايات في الدول تدعم متقدمة عايزين يسنوا قوانين بمنع قراءة رومية 1 بصفة خاصة عشان الأعداد بتاعت 26 و27، لكن ممكن يمنعوا القراءة، لكن هذا لا يمنع أن قانون الله الموجود فيهم سار مفعول إلى الأبد. يا رب كلمتك مش مثبتة في الكتاب بس، مثبتة في السماوات. الشرور الأدبية في الوثنية. البغاء هو ممارسة الزنا داخل معابد الآلهة كطقس من طقوس العبادة. يقبع داخل الهيكل الكثير من السيدات المكرسات لهذا الأمر، وأشاره شعنبي نبي المملكة الشمالية إلى شرور مملكة إسرائيل وكيف صارت في طريق الأمم وحفظت شعائرهم وطقوس عبادة أصنامهم، فقال يعتزلون مع الزانيات ويذبحون مع الناذرات الزنا. وهنا في هوشع ترد ناذرات الزنا بالعبرية قدوشات، أي القديسات أو المخصصات للزنا في معابد الآلهة الوثنية، رغبة في أن تعطي الآلهة الخصوبة للأرض. وهذا الزنا يسمى بروستيتيوشن، وقد مورس على نطاق واسع لدى غالبية الأمم القديمة. المأبونون هم أولئك الذكور المكرسون أيضاً لممارسة الشذوذ الجنسي داخل المعابد في ذات طقس الخصب والإثمار، أشار إليهم الكتاب المقدس محذراً في كثير من النصوص. ففي سفر التثنية يقول لا تكن زانية
أي ناذرة زناً لعبادة البعل من بنات إسرائيل، ولا يكن مأبونون من بني إسرائيل. لقد اشتهرت كنعان مع باقي الأمم بهذه الشرور الأدبية. سيطر الجنس على أفكار الأمم القديمة، فالآلهة أشتار أو عشتاروث لها الكثير من المحبين، وهي آلهة الخصب، ولذلك يصاحبها طقس البغاء. وداخل الهيكل في بابل هناك غرفة خاصة للإله مردوخ ليمارس فيها الجنس مع إحدى المختارات. بالمثل كانت الزوجة الإلهية طقس يمارس أيضاً في مصر. في زمن العهد الجديد كان البغاء لم يزل يمارس في أثينا وفي كورنثوس، وقد استمر حتى القرن الرابع الميلادي، وأيضاً المأبونون كانوا لا يزالوا يمارسون شذوذهم في ذلك الوقت. كل هذا كان في ذهن بولس وهو يتكلم عن تلك الشرور الأدبية للأمم الذين لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذ عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. عدد 28 بيكلمنا: وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله للمرة الثالثة إلى ذهن مرفوض. عرفنا أنه أسلمهم الله في عدد 24، ثم في عدد 26، وأخيرا في عدد 28. ونجد التدرج هنا، ففي الأول نسبوا بعض الصفات الإلهية إلى البشر أو إلى المخلوق، ثم بعد ذلك نسوا الله أو اتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق، وأخيرا لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. وأعتقد إحنا عايشين في الزمن ده اللي الإنسان مش حابب حتى اسم الله أنه يذكر. بعض البلاد منعته، أو على الأقل في المدارس لا يصرح بالحديث عنه، لكن كانت النتيجة نتيجة سودة. أنا بس عايز ألفت النظر إلى عدد 29: مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مملوئين. لكن بعد كده مشحونين، وفي فرق بين المليان والمشحون. فالمشحون زي البطارية بتفرغ بعد ما اتشحنت، بتفرغ على مدى طويل، فهو مليان ومشحون. بعد كده يقول لنا في عدد 30: مبغضين لله. احنا كنا كده، بس بقينا زي ما عرفنا من عدد 7 محبين، احباء الله. في نفس الآية عدد 30: مبتدعين شرورا. وافتكر احنا عايشين في زمن كل يوم في جديد في اختراع للشر وللخطية. واخيرا يقول لنا انهم لما عرفوا حكم الله على الذين يفعلون مثل هذه، لا يفعلونها فقط لكن منتهى الفجر يصرون بالذين يفعلونها أيضا. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم. النهاردة ليها درجات وأشكال مختلفة. يعني هو الإنسان بيخترع مضاد جديدة في الشر بتاعه. يعني مرات يقول لك الله مش موجود، مع أنه ما قدرش يثبت أن في حاجة مش موجودة، وإلا يبقى هو نفسه مطلق العلم، لأنه عرف أن كل الكون دوت ما فيهوش إله. فعشان كده حتى عدلوها بيقولوا غالبا ما فيش إله، أو ما فيش أدلة على وجود إله. في ناس تقول لك الله موجود لكن مش صالح، مش نافعني، مش عايزه، برضو ده مش مبقى الله في معرفته. في ناس شيكوها شوية، قال لك الله موجود صحيح، لا وصالح، بس أنا محبط منه،
ما عنديش استعداد ان انا اتعامل مع اله محبط بالمنظر ده. ليه سايب الشر؟ ليه سايبني في الحاله ديت؟ ليه في الوضع دوت؟ كل الناس ديت في الاخر تنضم في حزمه واحده اسمها لم يستحسنوا ان يبقى الله كالله المتدخل في كل الامور اللي ليه السلطان اللي يلجا اليه في كل ظروفنا وامورنا، لم يستحسنوا ان يبقوا في معرفته. واحنا بنسمع عن الاشرار ان هم مملوئين ومشحونين، والفرق بين التعبيرين، لكن بالمقابله يا لحظوتنا ولا يا حظوه مؤمني روميا اللي الرسول بيكتب لهم كده في روميا 15-14، بيقول لهم انا نفسي ايضا متيقن من جهتكم يا اخوتي انكم مشحونون صلاحا، وبعدين يقول لهم مملؤون كل علم قادرون ان ينذر بعضكم بعضا، وفي فيليبي 1-11 يقول مملؤين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. بيختم الأصحاح عرفوا حكم الله في عدد 21 عرفوا الله. فالناس عرفت الله مع ادعائهم بعكس ذلك، لكن هم عرفوا الله. ومش بس عرفوا الله من الخليقة، لكن عرفوا حكم الله من الضمير. فالضمير موجود في كل إنسان، والضمير سيشتكي أو يحتج في اليوم الذي فيه سيدين الله سرائر الناس. فكل إنسان عنده معرفة مزدوجة على الأقل، يعرف الله ويعرف حكم الله. أن تعرف الله عليك أن تعبده وتشكره وتمجده، وأن تعرف حكم الله عليك أن تطلب منه إذا مش قادر تخلص نفسك، ودي حقيقة. عليك على الأقل أن تقول لله أنه يخلصك وينجيك من الخطية اللي ساكنة فيك اللي مستعبداك. أن يطلب الإنسان ذلك من الله، يقيناً الله سوف يستجيب. حكم الله أن اللي يفعلون هذه يستوجبون الموت. في ناس عندهم استعداد يقبلوه على عدد 26 و27 على الشذوذ، وعلى مثلا حاجة زي مملوئين من كل اسم وزنة، ماشي. بس ينبغي أنهم يقبلوا الباكتش كلها على بعضها، حتى النمامين والحسادين وبتوع الخصام وغير الطائعين لوالديهم واللي بلا فهم ولا حنو ولا رضا، والمبتدعين شرورا النهاردة اللي بتشاف النهاردة الناس بتخترع الشر بشتى الطرق وبطرق. الباكج كلها على بعضها لازم تتاخد، كل الحاجات ديت في حكم الله تستوجب الموت. وتلاحظ حضرتك انه بيقول مش بس الناس اللي بتفعل هذه الاشياء، لكن كمان يمكن انا ما بفعلهاش بس اصر بالذين يفعلونها. ان انظر الى هذه المناظر باعجاب، ان اقرأ هذه الروايات الدنسة باعجاب. انا ما عملتش صح، بس انت سررت باللي بيعملها، هذا ايضا يجعلك تحت طائلة دينونة الله، زي ما هيقول في عدد 1 من أصحاح 2 انت بلا عذر ايها الانسان. حتى احيانا بتطلع في الكلام الطبيعي، يعني بنصف الفاسد بانواعي، عرف يعملهم، عرف انه يعمل الحاجات دي. الكلام ده في حد ذاته بينطبق فيه الكلام بتاع عدد 32. علشان كده في مزمور 97:10 ما اكتفاش بأن هو يقول يا محب الرب لا تفعلوا الشر، لكن قال يا محب الرب ابغضوا الشر، هو حافظ النفوس أتقيائه من يد الأشرار ينقذهم. ده حتى في الكتاب في العهد الجديد بقى يعلمنا أن احنا نمتنع عن كل شبهة شر أو شبه شر، يعني كل ما يشتبه في أنه هو شر أصلا أنا أبعد عنه. أكتر من كده، لا يسمى بينكم كما يليق بقدسين، يعني مجرد ذكر مثل هذه الخطايا قبيح. كمان يقول لنا كونوا كارهين للشر، بس ده مش كافي، لكن إيجابيا يجب أن نكون ملتصقين بالخير. أنا حقيقة عايز ألفت النظر للخطية المنتشرة واللي اتكلم عنها الرب الرسول بولس بشكل واضح في الأصحاح ده، خطية الشذوذ الجنسي، لأن فيه دلوقتي انتشرت، وبعد يعني دلوقتي ما بقتش حاجة مخجلة للكثيرين بيجاهروا بيها، وبعض الدول العظمى قننتها وسمحت بيها، وبتجد ناس يعني يدافعوا عن الناس دي، بيقول دول ده مرض وده الرب سمح بيه ودي طبيعة في الجينات خلت الإنسان يطلع كده. فلو كان الرب سمح بيه زي ما البعض بيدافع عنها، ما كان الرب يدينها في الكتاب المقدس، وما كان الرب يكتب عنها مثلا في كورنثوس الأولى أصحاح 6، ومثلا في رسالة بطرس الثانية وفي رسالة يهوذا، إن
سدوم وعمورة كبدت دينونة رهيبة لدرجة أن رمضة مدينتي سدوم وعمورة. فإذا كان الله سمح بهذا فكيف له أن يدين الناس اللي عملت الخطايا دي؟ في كورنثوس الأولى أصحاح 6 بيقول أن دول ما لهمش نصيب إطلاقا في ملكوت السماوات، فكيف في ملكوت الله فكيف يدين الرب إنسان إذا كان هو اللي سمح له بحاجة زي كده؟ كلمة الله بتقول إن دي خطية، وخطية بيكرهها ربنا، واللي بيرتكبها يدان عليها، مفيش كلام. وربا على كونها موجودة في الجينات، كورنثوس الأولى 6 بتنفي الكلام ده لما بيقول وهكذا كان أناس منكم، أنتوا كنتوا كده ولكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم. الجينات، أنا إذا كنت أسود مثلاً مش هقدر أعمل نفسي أبيض، لكن ولا الإيمان هيعملني أبيض، ولا الإيمان هيعملني أبيض، لكن كون الإيمان حررني من هذه الخطية. كنتم كده لكن بقيتوا غير كده، هذا معناه إنها خطية الله بيحرر منها زي ما بيحرر من جميع الخطايا. لذلك أناشد المشاهد إذا كان أي واحد يعني بيفكر إن دي حاجة عادية، إنه شر رهيب، الله غضب عليه أيام سدوم وعمورة وإلى اليوم يغضب على هذه الخطية. لما الإنسان تحول عن الله وانحرف عن عبادة الله، يقول لنا تعبير في منتهى الأهمية لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، إهانة الأجساد. مع أن الله كرم جسد الإنسان، لكن النجاسة والبعد عن الله خلتهم يهينوا أجسادهم. لكن لما وصلوا إلى الشذوذ، إناث مع إناث وذكور مع ذكور، يقول لنا تعبير في منتهى الرعب، نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وربما مرض الإيدز واحد من أهم الأمراض الذي ينتج عن نتيجة هذه الخطية بالذات، فهم ينتظرهم نار أبدية، جهنم تنتظرهم زي ما عمل ربنا مع سدوم وعمورة، تنتظرهم نيران أبدية، لكن هنا في الحياة أيضا ينالون في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. كمان يمكن مقصود بها اضطرابات نفسية، لأن هنا بيتكلم عن النفس، في الجزء الأول اتكلم عن الأجساد وهنا بيتكلم عن النفوس. فالاضطرابات النفسية والقلق والخوف والوساوس والرعب وعدم الأمان، فطبعا اللي بيعمل خطية من هذا القبيل بيعيش في لا سلام على الإطلاق. لو رحنا العدد 30 بيقول لنا في آخر الآية غير طائعين للوالدين، ده أمر خطير، وبيكرروا نفس الصفة ديت في تيموثاوس الثانية 3 لما بيقول إن سمة الأيام الأخيرة أن الناس يكونون غير طائعين لوالديهم. لو كملنا يقول بلا عهد، لا يحترم العهود ولا حنو، ما فيش رحمة، في قسوة. وأعتقد اليومين دول احنا بنشوف قد إيه القسوة بتاعة الإنسان نحو الإنسان، ولا حنو ولا رضا، مفيش شكر ولا رحمة. دي من ضمن النتائج الرهيبة لاستبعاد الله عن المشهد. هذا هو الحصاد المر هنا في العالم، وفي الأبدية النار الأبدية. ولو أضفت ليهم مفترين ومتعظمين، صحيح، حاجات دي متصدرة المشهد النهاردة في العالم. يعني العالم تصفي تلاقي الكلام دوت موجود فيه، هو اللي موجود فيه التذمر والثوره حتى في البيوت، غير طاعين للوالدين. بتفكرني بايه رهيبه جدا قالها أجور ابن بطقية مسة في امثال 30، العين المستهزئه بابيها والمحتقره اطاعه امها تقورها غربان الواد وتقورها وتاكلها فراخ النص. يعني 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 خطيه الرب بيكرهها جدا، الواحد اللي ما احترمش ابوه او امه قد كده القضاء يقع عليه. لكن غريبه ان السمة الشائعه التمرد على وعصيان الوالدين في الايام دي. ترجى داود من الجنود ترفقوا لي بالفتى ابشالوم. نعم. وعداله الله وعداله السماء ابت الا انه يموت نتيجه شره وعصيانه وتمرده على ابيه. على قد ما ربنا بيدي لك من فرص أنت تدخل لنفسك غضب في يوم الغضب، الحق عمرك
الحق اللي جاي، ما تجديش على اللي فات. انتوا ازاي مش قادرين تفهموا حاجة بسيطة بالشكل ده، يعني واضحة زي الشمس؟ لأنه بيدي فرصة لآخر لحظة لكل واحد بيخطئ إنه يرجع ويتوب. عزيزي المشاهد، رسالة روميا فعلت في التاريخ المسيحي كما لم تفعله أي رسالة أخرى. عن طريقها عرف أغسطينوس طريق القداسة، وأصبح واحد من أشهر القديسين في تاريخ المسيحية. وعن طريقها عرف لوثر طريق التبرير، وحدث نتيجة لذلك ثورة وتغيير في الجغرافيا والتاريخ. هذه الرسالة نحن ندرسها في برنامج فاحصين الكتب، وأدعوك لمتابعة هذا البرنامج لتعرف المزيد من هذه الرسالة الرائعة، رسالة روميا.